السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية متابعينا الكرام. طبعا احنا شرحنا بالنسبة لهذا الترموستات او جنرال كونسلتس للدكت اعداد انك انت تشغل تطفي بعد كم ساعة، تمام، او اذا كان مطفي تشغله بعد كم ساعة. في عندنا اعداد اخر وهو الضبط الاسبوعي، الضبط الاسبوعي، شايفين هاي الايام الضبط الاسبوعي. طبعا هذا الضبط الاسبوعي انت بامكانك تضبطه على يوم معين لمرة واحدة او لمرتين. في اليوم الواحد بإمكانك أنت تخلي المكيف يشتغل كم ساعة، تمام، والساعات التي تلي هاي الساعات بإمكانك أنت تخليه يشتغل مرة أخرى ويطفي مرة أخرى، مرتين متاح في اليوم الواحد على مدار أيام الأسبوع. وطبعا هذا الأمر متاح أنك أنت تشغله مرة واحدة وتطفيه خلال يوم معين. على سبيل المثال إحنا في عندنا كاستمر بقول لك والله يا مهندس أنا يوم الجمعة إحنا مش موجودين، العائلة طبعاً على مدار الأيام الأسبوع موجودة، يوم الجمعة إحنا مش موجودين مغادرين، فإحنا بدنا المكيف يشتغل من الساعة كذا للساعة كذا على أساس إنه ما يحر عندي البيت على سبيل المثال. فإحنا بنقول له هذا الأمر في هذا الترموستات متاح كالتالي. طبعاً إحنا المكيف رح يكون مطفي وإحنا بدنا إياه طبعاً هو الخيار إنه يشتغل ثم يطفي دائماً، مش إنه والله كان شغال يطفي يرجع يشتغل، لا، يعني هو بياخذ حالة واحدة بيرجع بياخذ الحالة العكسية، تمام. والحالة الأولى دائما بتكون انه يكون مطفي من شغله بعدين بيرجع بيطفي، بيرجع للحالة الأولانية. احنا حاليا رح نطفي المكيف، تمام، حاليا طفينا المكيف. احنا حاليا بدنا المكيف نهار الجمعة مثلا، احنا اليوم يوم الأربعاء، نهار الجمعة بدنا اياه يشتغل من الساعة كذا ويطفي الساعة كذا، مثلا يشتغل 4 ساعات 5 ساعات 10 ساعات اللي بدك اياه. من هون من هذا الزر اللي هو التايمر مود بنضغط ضغطة واحدة، يكون هون عندي زر طبعا الإيقاف إذا كان شغال، وهون زر التشغيل إذا كان واقف في طبعا نفس اليوم، وهون إذا ضغطنا ضغطة ثالثة بيطلع معي زر السبعة، شايفين. حاليا أنا بدي أعمل ست، لازم أضغط على التايمر ست ضغطة مطولة 2 أو 3 ثواني بيومض عندي هون. طبعا هاي الأيام هون موجودة عندي عليها كل هاي المربعات، يعني أنا في عندي خيار أني أضبط كل الأيام بأوقات مختلفة لمرتين في اليوم الواحد، تمام؟ وعندي خيار أني أضبط طبعاً يوم اللي بدي إياه. أنا حالياً بدي أضبط يوم واحد اللي هو يوم الجمعة، فأنا على زر الدي هون بضغط حتى يصير المربع عندي على زر الفرايدي هون، على زر الفرايدي عم يومض، شايفين؟ بياض وبيطفي، فأنا هون راح أضغط على تايمر ست حتى يثبت المربع، شايفين؟ ثبت المربع وظهر عندي أنه هون أنت ساعة، أي ساعة أنت بدك هاي الساعة، وهون التشغيل، أي ساعة بدك المكيف يشتغل. والله أنا هون على الزر تبع الساعة طبعا بدي إياه يشتغل الساعة 1:30، تمام، بدك إياه يشتغل على الساعة 1:30، قول له أوكي اللي هو هون التايمر ست، أوكي خلص. حاليا هو قفز نصف ساعة باتجاه الأمام، لأنه مشان يقول لك إنه لا تضبط بالعكس، ما راح يضبط بالعكس، اضبط باتجاه الأمام بالنسبة للوقت. والرمز هون عندي اللي هو الإطفاء، والله أنا شغلته على الساعة مثلاً 1:30، أنا بدي إياه يطفي الساعة مثلاً 6:30 بدك إياه يطفي بيومض، شايف؟ هون بتعطيه ست، تايمر ست، خلص أخذ الإعداد، أخذ الإعداد. مثل ما شايفين صار في عندي خط أسود تحت الفرايدي، خط أسود شايفينه. حالياً أنا يوم الجمعة راح يكون المكيف مطفي، حالياً مثل ما أنا راح أتركه مطفي، راح يشتغل الساعة 2:30 مثل ما أنا ضبطته، ويرجع يشتغل الساعة، طبعا يشتغل الساعة 2:30 ويطفي الساعة 6:30 مثل ما أنا ضبطته، تمام. حاليا إحنا عندنا خيار إنه إحنا نرجع نضبطه في الوقت اللاحق لهاي الساعة بعد مرة ثانية. أنا بدي إياه يرجع يشتغل مثلا الساعة اللي بعدها مثلا 7:30، بدي إياه يطفي ساعة مثلا، أو والله بدي إياه يشتغل الساعة 8، تمام، هون راح يشتغل، برجع بضغط واقول له اوكي، بيقول لي اي ساعة من بعد 8:30 انت بدك يطفي مرة ثانية، والله بدي اياه يطفي الساعة 11، بدك اياه يطفي الساعة 11، اوكي، هاي اوكي. حاليا صار في عندي انا تو سيتنج لهذا المكيف، تمام؟ بيشتغل مثلا الساعة 1:30 وبيطفي عندي الساعة 6:30، وايضا بيشتغل الساعة 8 وبيطفي الساعة 11، شايفين؟ يوم الجمعة. بهاي الحالة أنا بقدر أتحكم، شايفين هون؟ شايفين الرموز هاي؟ هاي إنه هون أنا من الساعة كذا كم ساعة أنا هون بدي، طبعاً من الساعة كذا للساعة كذا هون، بعدين في فراغ بيناتهم اللي هو الوقت الفاصل اللي راح يطفي فيه المكيف، بيرجع يشتغل ويطفي مرة أخرى،
شايفين؟ أنا في عندي خيار أعمل إعداد إنه يشتغل ويطفي ويشتغل ويطفي بوقت لاحق بنفس اليوم مرتين في كل يوم. طبعاً هذا الأمر ينطبق على كامل أيام الأسبوع، على كامل أيام الأسبوع، تمام؟ يعطيكم العافية.